مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول لمزيد من التفاصيل السيد محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. اهلا بك استاذ محمد. بدايه، ماذا يعني لكم استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الاقصى وخصوصا من ناحيه باب الرحمه، وماذا يريد الاحتلال من هذا التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك ان الاعتداءات المتواصله على المسجد الاقصى انما يهدف الاحتلال منها الى فرض وقائع جديدة، وبالمقابل لا يريد أن يسمح بفرض وقائع جديدة من الطرف الثاني وهو الطرف الفلسطيني صاحب الأرض والذي يرعى هذه المقدسات، وأبرزها موضوع فتح باب الرحمة للمصلين. هو لا يريد أن يكون هناك وضع جديد في هذا الباب، ويريد أن يكون هناك إغلاق كما كان سابقا، ولكن أنا أرى أن الأمر يتعدى هذا الأمر إلى الجرأة التي يتعامل بها المحتل مع في الانتهاكات وحجمها وتزايدها والاقتحامات المتواصلة نتيجة ما يقوم به الإدارة الأمريكية من تصريحات مسيئة للأسف لكل المناضلين وكل الأحرار في العالم، عندما يريد أن يسقط صفة الاحتلال عن هذا الكيان فيما يعنى بالأراضي الفلسطينية في 67 والجولان، إنما يعطي جرأة لهذا المحتل لمزيد من حقيقة الاستهتار في مشاعر المسلمين على في جميع العالم، وهو يمارس ما نراه جميعا من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، إضافة إلى للأسف التطبيع الذي تحاول بعض الدول، وهو ما يعطي الاحتلال جرأة في أن يمارس هذه الممارسات التي نشاهدها جميعا. سيد محمد، باب الرحمة فتح بعد سنوات طويلة نتيجة إرادة فلسطينية، لكن ما نراه الآن كنوع من أنواع ردة الفعل، لماذا تأخرت من جانب الكيان الصهيوني؟ يعني اقتحم الفلسطينيون، فتحوا باب الرحمة ودخلوا إلى المسجد الأقصى، لماذا لم نرى حراكا أو تحركا من قبل الكيان سابقا ورأيناه الآن بهذه الطريقة؟ لا، الكيان فورا كان عنده رد فعل مباشرة، ولكن الإرادة والتضحية العالية عند إخوانكم وأهلكم في فلسطين هي التي كانت تردع هذه القوات، ولكن نحن شاهدنا كيف أن الاحتلال أغلق المسجد الأقصى وكيف منع المصلين وكيف أبعد حتى الموظفين الأوقاف منعهم من الدخول كرد فعل على فتح باب الرحمة، لأنه لا يريد أن يكون هناك فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى من قبل الفلسطينيين، لأن هذا الباب يمثل يعني في مخيلة هذا الكيان هو مشروع من أجل التقسيم المكاني للمسجد الأقصى في هذه المساحات التي يعتقد أنه يمكن أن يضع يده عليها وأن يسلبها من إخوانكم وأهلكم في فلسطين، ولكن هيهات، هذا الشعب لن يتنازل على مطلقا، وأرواحنا فداء للمسجد الأقصى. هل ترى أن الدعم الشعبي كاف حتى الآن في إفشال مخططات الاحتلال لهذه البقعة من المسجد الأقصى المبارك؟ إذا كنت تقصد على المستوى الرسمي شعبيا ورسميا، أستاذ محمد، شعبيا ورسميا، يعني على المستوى الرسمي بلا شك أن الأمر بصراحة مخجل، ونحن لا نسمع أصوات من المسلمين إلا قليل من هنا أو هناك، وتحديدا مثل ما سمعناه من تصريح لوزارة الخارجية التركية كان تصريحا جيدا وممتازا، وكان المفروض أن يليه تصريحات من كل المؤسسات الرسمية الإسلامية على مستوى العالم حتى يعلم هذا الكيان أن هناك رادع وأن هناك عدم قبول. أما على المستوى الشعبي فنحن نفخر بهذه الأمة المباركة التي لم تصمت ولن تصمت مطلقا، ونحن نشاهد ما يحصل مثلا في كثير من الدول من مظاهرات أو من ردات فعل ناشطين على التواصل الاجتماعي أو من ممار أو من فعاليات أو من أنشطة كلها تدعم الحراك في القدس وتدعم الصمود الذي يقدمه أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس. تحدثت قبل قليل عن الجانب السياسي، ويعني كما تراه أنت يراه أيضا كثيرون ربما من الفلسطينيين أنه تحرك سلبي أو مخجل كما وصفته قبل قليل، لكن لماذا هذا التخاذل من قبل السلطة الفلسطينية الموجودة الآن؟ هل يمكن القول بأنه أمر واقع مفروض عليهم وبالتالي هم راضخون لهذه الضغوط الدولية، أم أن لديهم القدرة على تحرك معين لكنهم لا يريدون التحرك؟ الإدارة الأمريكية تمارس ضغوط هائلة على جميع الأطراف، وهي تهدد بقطع المساعدات والحصار وكثير من الإجراءات العقابية تجاه من
يقف بوجه الإرادة الأمريكية، ولكن الإدارة الأمريكية تستطيع صحيح أن تمارس هذه الضغوط على الجهات الرسمية ومن ضمنها السلطة الفلسطينية، ولكن هي لا تستطيع أن تمارس هذه الضغوط على الشعب الفلسطيني وعلى أهلنا في القدس الذين كل يوم يفشل مخططا بعد مخطط. وكلنا يذكر جيدا هبة باب الأصباط عندما أوقفت الجماهير المسلمة الصادرة المحتسبة المجاهدة في القدس كل مخططات الصهاينة المدعومة من الإدارة الأمريكية، واستطاعت أن تزيل هذه البوابات بإرادة بصدورهم العارية. هم لا يحملوا لا سلاحا ولا أي شيء سوى الإرادة الصلبة التي يحملوها، ومن خلفهم جماهير شعبنا الممتدة في الأمة الإسلامية والعربية هي التي تقف مع شعبنا الفلسطيني وتعطيه هذا النفس بالصمود أمام كل المخططات التي تسوقها الإدارة الأمريكية أو هذا الكيان. سيد محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، شكرا جزيلا لك.